عيب كان في. بس على كل حال لازم تاني نهني نفسنا ونهني اخواتنا في المغرب، وخلينا نهني تحديدا دلوقتي الاستاذه سهام حليله الصحفيه المغربيه وصديقه العزيزه. استاذه سهام يعني بونجور ومبروك، ومبروك علينا، مش هقول مبروك عليكم، هقول مبروك علينا بجد، يعني بجد انتوا شرفتونا امبارح. صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. صراحة مبروك علينا كلنا كشعوب عربية، لأن الفوز ماشي فوز مغربي ما هو فقط، يعني فقط فهو فوز يعني الحمد لله عربي بامتياز. صحيح. وشكرا شكرا شكرا جزيلا لدعمكم. والله أنا شفت يعني الحمد لله احنا العرب تمكننا أننا نتوحد في كرة القدم والحمد لله، ولكن فعلا الدعم والحب اللي شفناه من أخواتنا المصريين لا لا زعما لا يعلى عليه. اهو هنا بقى انا هنا مضطر اقاطع حضرتك، اسفا طبعا، اولا صباح الفل على حضرتك، ثانيا خليني اقول لك لا شكر على واجب، لان اكيد حضرتك عارفه ولامسه ومتاكده بنفسك درجه المحبه العظيمه اللي موجوده من قديم الازل بين الشعبين، فتشجيعنا للمغرب ده طبيعي جدا. احنا اللي عايزين نشكركم على اللي انتم عملتوه يا فندم، احنا اللي عايزين نشكركم على ان انتم شرفتونا ورفعتوا راسنا وخليتوا نظره العالم لكره القدم الافريقيه والعربيه اكيد تختلف كتير ابتداء من تحديدا لقاء الامس، فاحنا اللي بنشكركم. والله هذا بالعكس اقل واجب، وانا كنشكر الفريق الوطني وعلى راسه يعني الناخب وليد الركراكي اللي فعلا يعني هذا الفوز هذا رد اعتبار لكل عربي، خصوصا على النظره اللي يعني اللي كيشوفونا بها الغرب. دائما عندهم فكره ان الشعوب العربيه فهي شعوب بسيطه فقيره غير متمكنه وما عندهاش امكانيات او دعم لانها تفوز او لا ترتقي بهذا التميز. فشكرا ليه، وهو اليوم وليد الركراكي والوليدات ديالو يعني يعني الفريق ديالو جاوا باش يغيروا هذه النظره ويعطيونا قيمه وما يزيدونا غير فخر ومجد، لان احنا تيلاش كبرنا كعرب، كبرنا على المجد، كبرنا على تاريخنا، كبرنا دائما على الفوز والانتصار. فصراحه شكرا لهم جزيلا، والحمد لله تمكنوا ان يوحدونا كعرب. فاليوم في قطر ولا باي دوله عربيه كتشوف المغربي يعانق المصري، يعانق الفلسطيني، يعانق الاماراتي، فيا يا الله زعما هذه وحده يعني عربيه بامتياز. شكرا لهم. لا من غير شكرا بجد استاذ سهام، والله لو حضرتك سمعتي الانترو، احنا امبارح كنت بحكي لكريم كنا بنتفرج على الماتش في مكان كبير، مول كبير، واول ما المغرب يعني فازت واعلن الفوز وانتهى المباراه انت مش فاهمه قد ايه كان المول بيهيص، والله حسينا مصر بجد هي اللي كسبت. فاستمروا بس، دي بقى النقطه المهمه، يعني بعد ما كان طموحنا دور ال 16 دلوقتي بنتكلم على ربع النهائي وبنتكلم على نهائي المونديال باذن الله كمان، مباراه طبعا هتبقى قويه جدا مع فرنسا وحاجه هتبقى موترة خلينا نقول على مدار يعني ال 90 دقيقة و 90 بلس. بس خليني اخد منك برضو كده توقعاتكم ايه، وشايفة ازاي بإذن الله الفترة اللي جاية كمان وحظوظ دولة المغرب وعلى الأرض ايه اللي المفروض يتم علشان بإذن الله الفرحة تكمل؟ إن شاء الله. والله احنا صراحة في الأول كنا يعني كنا نطمح أننا نطلب بس الثمن، ولكن من بعد ملي شفنا إصرار هذا الفريق، يعني اولا عندهم ثقه عاليه في الله سبحانه وتعالى ان حتى شي حاجه ما يعني ما مستحيله، وعندهم ثقه في بعضياتهم هما كفريق يعني، وخصوصا انا وليد الركراكي يعني كيدعمهم وكيقول لهم ديروا الثقه فيا وانا الخطه هي، ولكن انتم طبقوها يعني في ارض الواقع. فان شاء الله احنا كمغاربه صراحه حنايا اصبحنا الان نطمح ان شاء الله بالفوز بكاس العالم، واكيد ان شاء الله كلنا ثقه وامل ان الفريق الوطني غيتمكن انه كما يعني سحق يعني فرق كبيره انه غيتغلب على نظيره الفرنسي، واكيد غادي يكون ان شاء الله في النهائي. يا مسهل. ثاني حاجه ان شاء الله يا رب. ثاني حاجه انتم يعني انتم رايتم على ارض الواقع يعني الاحترافيه اللي كيلعب بها الفريق الوطني، فاليوم الفريق الوطني يعني من بعد الحمد لله الاشتغال عليه خصوصا من الجامعه الملكيه اللي كيترأسها السيد القجع، فالحمد لله اليوم عنده اطار متمكن انه يقد يحلل النظير ديالو اللي غيلعب يعني الخصم اللي غيلعب امامه ويقدر يهزمه، فان شاء الله غادي يفوزوا وصراحه يعني الجمهور المغربي بات الان متاكدا
واكيد من الفوز على نظيره الفرنسي، وان يا شاء الله وسهلا. تكون عندنا مداخله جديده الاسبوع يا الجاي ان رب شاء يا الله، رب ان شاء يا الله رب يا رب. كاملين بالفوز ديالو يا رب. نورتينا استاذه سهام، والف مبروك علينا مره كمان الاستاذه سهام حليله الصحفيه المغربيه، حاجه جميله. السلام يا نهاوت، يا سلام لو على ايه؟ فعلا لو الكلمتين اللي اتقالوا دول هتحققوا وشفنا فعلا المغرب بيلعب في الفاينل، انت ساعتها والله بقى هيتقال عليك اتمنى. ان انت بتحضري لحظات تاريخيه بالمعنى الحرفي. والله انا اتمنى زي كل يا عربي رب. بجد نتمنى ده. وحتى لو كنت بقول لك توقعاتي الفاينل هيبقى فرنسا والارجنتين، بس اتمنى تبقى مثلا فرنسا ومش عارفه بقى تبقى يبقى يعني المغرب المغرب والارجنتين. المغرب والارجنتين. يا هنشوف يا رب كريم. يا رب ربنا هنشوف. بس يسهل انا اقول حالك. لك على حاجه، عدي بس المغرب وفرنسا يوم الاربعاء ان شاء الله، وساعتها نبقى نقول توقعات حتى لو تختلف، بس يعني برضو المنتخب الفرنسي منتخب تقيل، طبعا محتاج طبعا. الركراكي خطه يعني برضو ما تفهمش بقى هتبقى دفاعيه ولا هجوميه. طبعا هو لديه من الخبره ما يعطيه الثقه كمان من قبل كل الجماهير ان هو هيلعب بالطريقه الصح او السليمه، لكن هتبقى يمكن دي المباراه الاصعب في تاريخ المغرب كله هذا المونديال او هذه النسخه. يعني أكيد أكيد متهيألي كده أكيد. فرنسا فعلا تقيله، والناس كتير كانت تقول لك ما ينفعش حامل اللقب يبقى صاحب حظ في المونديال اللي بعده، لكن الواضح ان ما فرنسا هو شغال زي الفل أهو. الناس ماشيين زي يعني القطر. ما انطبقش عليها هذا الامر صحيح يعني، عندك حق. فحيبان.